أخطأ في حق إعلامي. اللوجو بتاع بصراحة يرجع لو سمحت. أهم الحاجات اللي خلتك إن أنت تتأكدي إن الطبيب قد يكون أخطأ في بعض الحاجات. يعني في حاجات أنا كنت عرفتها وفي حاجات طول السنة أنا ابتديت أجمع حاجات. أولاً إنه وائل كان كنا بنكلمه على طول كان كويس جدا وكده انه انت في مريض المفروض ياكل حاجات خفيفه مرضى انه بتاكل شوربه فراخ مسلوقه سلطه كده فتفاجئ ان هو قال له لا كل كل حاجه كل فته وكوارع ومسقعه وكده دي اول حاجه ماشي تاني حاجه انه ازاي انت خلاص انت كطبيب عملت الاشعه المقطعيه وشفتها انه في التهاب شديد وصل للرئتين طب هتنقله انقله المستشفى بسبب ان هو اتاخر 4 ايام ودي بقى مش انا اللي قايلها ده دكتور حسام حسني هو طبيب الصدر هو اللي قايلها في الاقوال بتاعه النيابه انه لما اتاخر 4 ايام الالتهاب ده تحول الى تليفات ثانيا دكتور حسام حسني كاتب الكحه المدممه بيقولك خطر على مش مريض الكورونا فقط خطر على اي مريض صدر انت شايفه بيكح دم ما بتنقلوش ما فيش حاجه اسمها اصل انا مش هاخد المريض غصب عنه ما فيش حاجه اسمها كده في حاجه انه الطبيب يصارح المريض او اتصل بيا وقول لي مش انا كل ما اتصل بيك تقول لي لا ده كويس وبطمنك عليه وبياكل كويس بيشرب كويس ولما هنعمل سي سي ار هتطلع النتيجه سلبيه ليه طب ما هو اتنقل ليه اتنقل لما اتصارح بحالته فوائل هو اللي نقل نفسه مش هو اللي نقله وائل هو اللي اتصل بدكتور عوض تاج الدين وبعتوا له دكتورة هالة زايد وتبعت له عربية الإسعاف يعني انت لا تصرفت ولا عملت حاجة وتقول اصلا مش هتخلى على المسؤولية لا المسؤولية كانت تيجي تقول للمريض انت هتموت لازم تتنقل المستشفى المريض رفض قول له شكرا شوف دكتور هي دي المسؤولية انما مش بعد يعني دمرت مريض ودمرت بيت وشفنا جحيم سنة بالكامل سنة بالكامل احنا والبنت دي ماشي البنت دي نفسيتها انهارت مستواها الدراسي نزل سابت مدرستها اللي هي كانت فيها 10 سنين ونقلتها مدرسة تانية ومش شايفة ابوها اللي هو كانت متعودة عليه كل يوم بتدخل عليه بتقعد معاه مش هو ده ابوها ابوها مريض وبيحاول ان هو يستعيد صحته وبعد كده اتيتمت وجاي تنشر علينا اشاعات ان احنا بقالنا سنه مش موجودين يعني مش معقوله ده مش معقوله يعني خلاص كنت التزمت صمت لحد ما نشوف التحقيقات عملت ايه مش تصدر شائعات وبعدين دي مسؤوليتك انت احنا ما بنفهمش في الطب احنا ما درسناش في كليه الطب علشان اعرف اقرا اشعه مقطعيه دلوقتي لو تسالني اقول لك انا بقيت اعرف اقرا اشعه مقطعيه لان طول السنه احنا بنعمل مقطعيات ودكتور حسام يقول لي شوفي دي قبل دي بصي اتحسنت ازاي فتعلمت منه دي فيديو يا عبيد فندم هل في موقف شخصي يعني ما بين حضرتك وما بين يعني الطبيب المعالج على فكرة على اساس ان انت لحظه واحده وائل ما كانش يعرف لان اول ما وائل بلغني ان هو عنده كورونا قلت له طيب كلمت دكتور حسام حسني يا وائل قال لي لا ده هما في حد وائل هو يعرفه بعت له دكتور قلت له اسمه ايه الدكتور ده قال لي ما اعرفش لما هاجي هعرف اسمه هما قالوا له ده دكتور بيعالج فلان وفلان 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 يعني لا انا اعرفه ولا انا عمري شفته شخصيا على فكره ولا وائل كان يعرفه ماشي وهو يعني طب ما هو في 2 مشاهير تانيين على فكره هي الناس ناسيه انه في 2 من الناس المشاهير برضو الاسامي الكبيره نفس الحكايه طب لما دول 3 عند راس الطبيب موجوده في التحقيقات انا ما بقللش كلام موجوده في التحقيقات لما دول 3 ومعروفين طب الناس ما سالتش نفسها الناس اللي هي مش معروفه حصل فيها ايه يعني ما حدش عارف الكلام ده لما هم 3 مشاهير وايه الاصرار الشديد على
استخدام السوفالدي. طب كنت اديته السوفالدي واديته الادويه اللي بتعالج الكورونا يعني خلاص. انت عايز تعمل تجربه اعملها. ها هقول ايه اكتر من كده؟ بس اديله. شفت التحاليل بتنهار، ودي تحاليل، دي ما فيهاش كذبه، دي تحاليل طبيه معموله في معمل وكل حاجه. شايف التحاليل بتنهار، شايفه انه ابتدى يجيب دم من بقه. تعالج ايه؟ تعالج ايه؟ وبعدين انت مش دكتور صدر، انت دكتور كبد. تعالج ايه؟ والحاله تتنقل مستشفى، الحاله تتنقل مستشفى. كلمة كده مدام صاحب، لو عايزة توجيها لحد أو عايزة توجيها، عايزة توجيها في آخر الحديث بتاعنا. عايزة أقول إنه الحق عمره ما بيضيع، عمره ما بيضيع، حتى لو اتأخر ظهور الحق وصوت الباطل عالي قوي ويقعد يعمل دوشة وإشاعات والكلام ده، لكن الحق حق. الحق شكرا. شكرا شكرا شكرا. شكرا يا صاحبي. شكرا على مهلك.